أهلا بكم في الليلة، معكم أزم علي ونناقش فيها. امتدت اعتصامات سائقي الشاحنات شرقا وغربا احتجاجا على الإتاوات في بوابات الساحل وموازين متفاوتة. في ظل غياب الوقود من المحطات تولت الداخلية إعلان جملة من الوعود، أولها إخلاء الطريق من البوابات المخالفة وتشكيل قوة لمحاربة الممتنعين وضمانات للوصول أو لوصول الوقود وتأمينه إلى المحطات وتحديد نقطة بعينها لوزن الشاحنات. فما واقعية الوعود وما ضمانات تنفيذها؟ وهل هي كفيلة بإنهاء المخالفات وفك اعتصام أصحاب الشاحنات؟ نناقش هذا الموضوع عقب ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عناوينها مع نبيل تخيل. شكرا أزم، تتابعون معنا في الليلة. بعد اعتصام سائقي الشاحنات الطرابلسي يؤكد رفض الداخلية لفرض الإتاوات ويدعو لإخلاء الطرقات من البوابات العسكرية. في لقاءات منفصلة مع تكالا وباتيلي سفير الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف الليبية لتجاوز خلافاتها ودعم المبادرة الأممية. عقب مطابقة عيناتهم جينيا هيئة البحث عن المفقودين تعلن التعرف على 3 جثامين مجهولة الهوية بمدينتي ترهون والجفرة. تشاركني في تقديم نشرة ليلى زميلة مروى العلج. شكرا نبيل، وتتابعونا في نقطة نقاش الليلة. خلال أسبوع واحد المنظمة الدولية للهجرة تعلن إنقاذ 119 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا. نتساءل في نقطة نقاش الليلة عن أسباب استمرار تدفقات الهجرة رغم شهود مكافحتها، وما دور الدول المعنية في منع تفاقم الأزمة. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية. عم نبيل، نتعرف على عناوينها رفقة الزميلين محمد القرج ومازن جوبة، تفضل. شكرا لكم. في جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، في اجتماعه مع بنقدارة شكشك يستعرض ملاحظات تطوير حقل الحمادة ويطالب بالالتزام بالشفافية في عقود النفط. وتتابعون معنا في الجولة الرياضية، التعادل يحسم لقاء السويحلي وأبو سليم بهدف لمثله في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثانية. كانت هذه عناوين الليلة، معنا فألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فابقوا معنا. مرحبا بكم. أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي أن الوزارة ستعمل على إخلاء الطرق الرئيسية من جميع البوابات الأمنية باستثناء الجهات الأمنية المختصة. وأضاف الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه ليس من حق أي جهة أمنية فرض بوابات في الطريق العام ومضايقة المواطنين وفرض إتاوات على سائقي الشاحنات، داعيا الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الشرقية النظر في الإتاوات المفروضة على سائقي الشاحنات بالبوابات. وطلب وزير الداخلية القوات المسلحة في شرق وغرب وجنوب البلاد إلى الانسحاب من كافة البوابات الأمنية. هذه ليبيا ماهيش مدينة وقبيلة. أرى الشرطة بتشتغل، أراني نابعة الشرطة بتشتغل، أرى في قوة بتطلع من طرابلس من وزارة الداخلية، في العمليات الأمنية، فيها جهاز الأمن العام، وفيها قوة دعم مديريات، وفيها الدعم المركزي، بإضافة لمديرية أمن أغدامس ومديرية أمن نالوت، بإضافة لجهاز حرس الحدود، بإضافة لجهاز الهجرة غير الشرعية، بإضافة لجهاز الأمن الداخلي، إضافة لجهاز المخابرات العامة، إضافة لجهاز مكافحة المخدرات. راهم بيشتغلوا على الحدود وفي المناطق. اللي بيواجهني راه مجرم، اللي بيواجهني بنحاربوه، سواء كان جهة عسكرية والله جهة مدنية.
هذا وكان عدد من سائقي الشاحنات على مستوى البلاد قد أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح احتجاجا على الإتاوات المفروضة عليهم من النقاط الأمنية على كامل الطريق الساحلي وفق تعبيرهم. سائقو الشاحنات أكدوا في بيانات منفصلة أنهم يتعرضون لفرض مخالفات وصفوها بالمزاجية وسط تحذيرات من تأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والمعيشي. منذ أيام بدأ سائق الشاحنات في البلاد اعتصاما مفتوحا احتجاجا على ما سموه إجراءات تعسفية غير قانونية تمثلت في فرض إتاوات عليهم في عدد من النقاط الأمنية ومداخل المدن والموانئ وغيرها. هنا في صرمان يستمر سائق الشاحنات في اعتصامهم بسبب ما وصفوه من إجراءات تعسفية يتعرضون إليها كالمخالفات غير القانونية في البوابات الأمنية. في الزاوية استنكر السائقون المعتصمون بمدخل المدينة على تعرضهم الدائم لمخالفات مبنية على المزاجية ودون سبب قانوني واضح. الاعتصام ابتد أيضا لمناطق الجواليش ونالوت بجبل نفوسة، حيث دخل سائق الشاحنات في هذا الاعتصام المفتوح بسبب نقص مادة الديزل وتقييد الطرق باستيقافات غير قانونية وتحرير مخالفات غير حقيقية وإجبارهم على دفع إتاوات أشبه بأعمال السرقة والحرابة كما يصفون في الطرق الرئيسية والمنافذ البرية من قبل الجهات الأمنية. مطالبات المعتصمين تمثلت في تعديل بعض القوانين التي تستهدف الأوزان وآليات الحمولة وأنواع الشاحنات وأوقات تحركها إلى جانب أعمار رخص الدرجة الثالثة، مع أهمية توفير الوقود في المحطات ومحاربة كل من يتلاعب بها ومحاسبتهم. وفي الوقت الذي ينتظر فيه المحتجون تحقيقات النائب العام، تطرح تساؤلات من السائقين حول أسباب فرض القيم المالية عليهم رغم حقهم في السير على الطرقات ونقل الحمولة وفق الإجراءات المعمول بها، وسط تحذيرات من تأثير الاعتصام على خطوط نقل المواد والسلع ما يؤثر على حياة المواطنين المعيشية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة صبراتة أحد سائقي الشاحنات المعتصمين محمد أبو الجام. أهلا وسهلا بك سيد محمد. لنبدأ أولا باجتماعكم بوزير الداخلية اليوم، وقد كنت حاضرا في هذا الاجتماع، أخبرنا عن أبرز ما تمت مناقشته وجرى التوصل إليه. أبرز النقاط اللي تواصلنا مع معالي وزير الداخلية اللي هي مشكله البوابات الامنيه اللي تواجه فينا والاتوات والمخالفات الغير شرعيه، وهذه واحده. ثانيا تطرقنا الى تراخيص الدرجه الثالثه من سن 25 سنه، تقدمنا بطلب لمعالي وزير الداخليه. ثالث شيء ماده الديزل اللي مفقوده من كامل ليبيا. رابع شيء الموازين المنتشره على طول الطريق الساحلي، على طول الطريق الساحلي من منطقة راس جدير إلى منطقة مساعد. وتكفل وزير الداخلية بمعالجة وحلحلة هذه النقاط، وأعطانا وعود إن شاء الله الوعود هذه تتنفذ. من ناحية الديزل قال إحنا بادين في خطة مع شركة البريقة ومع لجنة الأزمة، هذه في منطقة طرابلس الكبرى ومنطقة المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى. كلامه كان جيد وطيب، ولكن في بعض من النقاط ما تقدرش تضبطها في يوم وليلة. ولكن حتى بالضبط ما هي هذه النقاط؟ النقاط ان احنا قاعدين الاعتصام قائم. قاعدين مستمرين في اعتصام. لماذا؟ بما أن المطالب تحققت وقد كنت الآن تتحدث عن وعود وزير الداخلية سيد محمد. أعطانا وعود. إحنا نشوف على أرض الواقع فيه إذا كان في شيء ملموس في هالنهارين هذا الثلاثة لعند السبت. بإذن الله إحنا نهار لحد بنتوكلوا على الله وما ناش مقصرين. طيب هل منحتم ضمانات ربما لتحقيق هذه الوعود؟
الضمانات ضمانات وزارة الداخلية، ضمانات الأجهزة الأمنية اللي موجودة معاه، قال بإذن الله احنا متكفلين بالضمانات هذه وبالوعود اللي وعدناها. طبعا جل السواقين الكلام هذا، جل السواقين ما عجبهمش، قالوا لنا احنا نشوفوا على أرض الواقع أبسط شيء مادة الديزل، إذا توفرت مادة الديزل خلال 3 أيام 4 أيام قال كل شيء بيكون واضح في المحطات الوقود ومحطات المحطات شركة ليبيا نفط وشركة الشرارة وشركة الطرق السريعة وشركة الراحلة. هذا احنا كل شيء نشوفه فيه بعيونه، اذا كانت توفرت مادة الديزل وما فيش اي مشاكل والآلية اللي ماشيين بها هي آلية كويسة وطيبة، احنا بإذن الله نفك الاعتصام بتاعنا. احنا اهم حاجة مطالب مشروع، ما ناس طالبين الحاجة الكبيرة، طالبين الاحترام وطالبين الترخيص درجة ثالثة، طالبين التقليل من الموازين والحمولة تكون حمولة قانونية ومشروعة، المادة الديزل توفر في المحطات. وهذه كل هذه المطالب سيد محمد جرى إعطائكم وعود بها من قبل وزير الداخلية، هل هذا ما جرى في الاجتماع؟ أعطانا وعود في الاجتماع اللي حضرناه اليوم. طيب، قلت بأنكم منحتم الوزير ربما مهلة 3 أو 4 أيام لحين البدء في تحقيق هذه الوعود، ذلك لوعيكم ربما بأنها لن تتحقق في يوم وليلة وهناك ربما جهات أخرى معنية. طيب، فرضية ربما احنا ما عندناش اي جهه ثانيه، احنا لا نتحدث انكم انتم منحتم مهله باعتبار ان هذه الوعود مرتبطه بجهات اخرى وعلى اساسها منحتم مهله 2 أو 3 أيام لحين البدء في تحقيقها، هذا ما قصدت. نعم، طيب، بارك الله في صوره ربما الاخلال ببعض الوعود، ما هو توجه سائقي الشاحنات في المستقبل؟ هل لديكم رؤيه واضحه لهذه الفرضيه؟ والله لعند الآن ما فيش رؤية واضحة. يعني ستستمرون في الاعتصام فقط؟ سنستمر في الاعتصام ومرات نفك الاعتصام، مش معروف، لأن تشوف لين توضح الرؤية عندنا احنا إن شاء الله. طيب، هل هناك ربما وعود أو مطالب تريدون تحقيقها الآن على وجه السرعة ووعود أخرى لديكم مرونة فيها ربما إن تحققت في فترة قادمة؟ كان تحقق في فترة قادمة هذا يكون خير لنا وليهم. أقصد لو تؤجل بعض هذه الوعود على اعتبار أنها لن تحل ربما في يوم وليلة كما تحدث حضرتك. أكبر مشكلة نواجهها هي مادة الديزل، هي الوقود اللي تمشي به الشاحنات اللي عندنا، هذه أكبر مشكلة احنا تواجهنا، والباقي كل هذه كان نقدروا نتواصل معها مع وزارة الداخلية ودير لنا فيها حل. أما المشكلة الكبرى اللي هي مادة الديزل غير متوفرة للتنقل داخل ليبيا وخارج ليبيا. وهذه التي ستمنحون من أجلها 4 أيام، سنكون في متابعة التطورات. شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو الجام، كذلك سنتواصل معكم لمعرفة هذه التطورات وغيرها. أحد سائقي الشاحنات المعتصمين محمد أبو الجام كنت معنا عبر الهاتف من مدينة صبراتة. دعا سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو جميع الأطراف الليبية إلى تجاوز مصالحها الخاصة والمشاركة في جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي. جاء ذلك في لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا، حيث شدد على ضرورة تجاوز الخلافات التي تعيق إجراء الانتخابات لتجنب الانقسام العميق في البلاد وفق تعبيره. ورحب أورلاندو بقبول تكالا دعوة المبعوث الأممي للمشاركة في المبادرة الجديدة لحل الأزمة والوصول إلى توافق بين جميع الأطراف السياسية يدعم المسار الديمقراطي. في سياق منفصل، بحث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد. هذا واتفق الطرفان خلال لقائهما الاثنين على الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية وفق ما نشره باتيلي على منصة إكس.
ناقش النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لوندن سبل كسر الجمود السياسي الراهن إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية. وأكد اللافي خلال اللقاء الذي عقد الثلاثاء بطرابلس أهمية أن يؤدي المجتمع الدولي دورا إيجابيا لإنهاء حالة الانسداد السياسي تماشيا مع تطلعات الليبيين للوصول إلى الاستقرار وإجراء الانتخابات وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. فيما يبدو محاولات لتحريك مياه السياسة الراكدة في بحيرة الأزمة الليبية، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو من طرابلس، أكد تشجيع المنظومة الأوروبية لجميع أصحاب المصلحة في البلاد على المشاركة بشكل بناء في جهود الوساطة الأممية لإنهاء العقبات أمام الانتخابات وتجنيب ليبيا الانقسامات العميقة. الرسالة الأوروبية التي حملها نيكولا أورلاندو لم تخلو من تحذير الليبيين من مخاطر أي تعثر في العملية السياسية، وهي المخاطر ذاتها التي قال عنها السفير الأوروبي وكانت محور نقاشاته مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا. مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي كانت على رأس جدول لقاءات سفير الاتحاد الأوروبي، حيث اتفق الرجلان على حساسية التوقيت السياسي الحالي وضرورة تحلي أطراف الأزمة الليبية بمسؤولياتهم السياسية والأخلاقية. باتيلي بدوره أكد ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة المستعصية. وبين تحركات سفير الاتحاد الأوروبي وتكرار المبعوث الأممي للمناشدات والمطالبات ذاتها لأطراف الأزمة وداعميهم الإقليميين والدوليين، يبقى الجمود السياسي وفق متابعين سيد الموقف مع انتظار أي دفع حقيقي ينعكس نحو تمهيد طريق الانتخابات وتحقيق مطالب الشعب في اختيار قاداته. أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التعرف على 3 جثث مجهولة الهوية بعد مطابقة عيناتهم الجينية. أضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي الثلاثاء أن جثماني المواطنين ناصر فرج وشرف الدين المزغي استخرجا من مقابر ترهون الجماعية، مشيرة إلى أن الجثمان الثالث استخرج من مقبرة قرب قاعدة الجفرة الجوية ويعود للمواطن سليم بوبا، مؤكدة إحالة تقارير المطابقة لمكتب النائب العام والنيابات المختصة. معنا عبر الهاتف من طرابلس ينضم إلينا رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي. سيد السيوي أهلا بك معنا. إذا انطلاقا من هذا الإعلان عن اكتشاف هوية 3 جثمين، إلى أي درجة يعبر ذلك على أنه أعمال الهيئة تسير بوتيرة متسارعة سيد السيوي؟ أهلا بك سيد نبيل والسادة المشاهدين. طبعا هذه نتاج يعني التحاليل التي أجرتها الهيئة على الجثم جرت الهوية السابقة، واللي هي استجابة بعض أهالي الضحايا لإعطاء عينات الحمض النووي للهيئة وفتح ملفات فيما يخص بذوي المفقودين حتى يتسنى اللي هي على الجثث اللي تحصلت أو استخرجتها الهيئة في فترة سابقة وتم تحليل الحمض النووي لهذا الجثم جرت الهوية. بعد أعطاء هذه التعيينات يعني تم مطابقة اللي هي حالتين اللي هي من المقابر الجمعية في ترهونة والحالة اللي هي وجدت في خرف قاعدة جفر المدة الماضية،
فإجمالي ما تم التعرف عليه الجثمين تم انتشار من قاعدة الجفرة اللي هم 7 جثمين، واللي بيضاف اللي هي العينات اللي تم تحليلها في لأسر ضحايا لمفقودي مدينة ترونة والوجود في المقابر الجماعية. طبعا للتنويه أن هذه إحدى العينات اللي هي تم التعرف عليها من مدينة ترونة أن الجثة وضعت قاعة البيانات الوراثية لها أو تم يعني تحليل قاعة البيانات الوراثية لهذه الجثة من سنة 2022، ولكن نظرا لعزوف بعض الأهالي لإعطاء العينات فهذا ما أخر في اللي هي إعلان النتائج. وهذا نؤكد عليه من بركم أن أسر الضحايا هناك بعض الجثث المجهولة الهوية اللي هي موجودة في قاعة بيانات الهيئة ولم يتم التعرف عليها بحكم أن أهل الضحايا لم يبادروا بإعطائها أو فتح ملفات لذويهم. وبالتالي أنت كنت تتحدث فيما مضى على أنه 80% من الجثامين المنتشلة تحديدا مقابر ترهون جرى التعرف عليها، لكن لم يعد هناك حديث عما إذا كان هناك أي مقابر جديدة قد تلقيتم بلاغ عن وجودها ويعتقد ربما بداخلها جثامين، هل يعود ذلك لأنه عمليات البحث قد انتهت في هذه الحالة أم ماذا سيد السوي؟ احنا يعني كثر الحديث على موقع اللي ما يعرف حتى يعني لأهالي ترهون اللي هم يعرف بمثلث الموت يعني هذا الموقع طبعا احنا يعني تحدثنا فيه في السابق قلنا لا يعتبر على يعني زي مكب نفايات لمخلفات مباني ومساحتها كبيره جدا ويتطلب يعني جهد كبير لازاله هذه المخلفات اللي هو يعتبر البلاغ الصادر من بعض الاهالي وبعض الناس اللي احنا ناخذ في بعين الاعتبار انه ممكن يكون في جثامين في هذه المنطقه، لكن زي ما حضرتك ان العمليات الهيئه لم تقف يعني في استقبال البلاغات سواء او المناطق اللي هي كانت متوقع ان بها مقابر جماعيه. الموقع هذا يعني في خطه الهيئه ان هي باذن الله حتنفذ عمليات البحث في هذه المنطقه في حال يعني ان شاء الله ازاله هذه المخلفات، وهذا نفس ما حدث معنا في المكب القمامة يعني لمدينة ترهونة. يعني حتى هو كان بناء على بلاغات انه ممكن متوقع وجود جثامين في المكب، وبعد إزالة المخلفات القمامة اللي كانت في المكب تم اكتشاف بعض المقابر تحت هذا المكبات، فان شاء الله يعني سعي الهيئة في اللي هي في جهودها بالكشف على كل الجثث مجهولة الهوية والبلاغات اللي ممكن تأتينا من بعض أهل الضحايا أو من جهات المختصة. لأن هناك أمر آخر ملاحظ سيد السيوي متعلق بمفقودي عام 2011، بدنا نسمع منذ مدة تعرف على جثامين يعودون لعام 2011، هل يعود ذلك إلى مسألة أنه أهالي هؤلاء المفقودين كانوا فيما مضى باتوا يقدمون عينات على عكس بعض الأهالي في مقابر ترهونة أم ماذا؟ الجزئية هذه أحب نوضحها أن المفقودين 2011 يعني أعداد المفقودين المسجلين بالهيئة في سنة 2011 فوق 4000 مفقود. قاعدة البيانات الوراثية اللي تم وضعها لأسر الضحايا احنا عندنا 17000 حمض نووي، يعني تم انجاز 60% بعد اللي هي تفعيل محامل الحمض النووي بسنه 21. فمن تلك الفتره احنا بدانا كانت اولويات الهيئه انها تشتغل في كل الخطوط، بدينا نشتغل في وضع قاعده بيانات لاسر الضحايا لما يخص مفقودين 2011، وانتهينا من نسبه 60% من قاعده البيانات، وبدانا بالجثث اللي تم انتشالها بال 2012 وال 2013 بدينا نشتغلوا عليها ونطابقوا جزء منها مع منظومة. احنا يعني حتى الفترة الماضية توقفنا على عمليات اللي هي اكمال قاعدة بيانات نظر اللي نفاد اللي مواد التشغيل خاصة بمختبرات الحمض النووي، وهذا اللي هو اللي عطل بعض النتائج اللي هي ممكن توصلنا لها من سنة 2011. احنا ان شاء الله بالفترة القادمة باذن الله يعني حتستجلب ان شاء الله بعض مواد التشغيل لاستكمال قاعدة البيانات الوراثية لسنة 2011، وحيتم على ان شاء الله على اعلان بعض النتائج الاخرى المتحصل عليها. سبب تعطيل اللي هي النتائج لسنة 2011 زي ما نعرف ان
ان معامل بصمه رتيه تم تفعيلها في سنه 2021. الفتره السابقه اللي هي السنوات الماضيه ما كانش بيت الخبره غير موجود في ليبيا فيما يتعلق بالحمض النووي وتفعيل ما اختبر الحمض النووي، لكن الحمد لله بعد سنه 2011 يعني تم تفعيل المعامل وبدات الهيئه تشتغل، والنتائج اللي هي تشوفوها ان شاء الله يعني ظاهره يعني وللعيان اللي تعرف على اسر الضحايا، سواء كانت فيما يتعلق بكل الملفات للمفقودين في ليبيا سواء كانت 2011 او المفقودين في اي مناطق ليبيا او الكوارث او بعض القضايا اللي هي تحللنا للعيان. وبالتالي نتحدث الان سيد السيوي على انه امكانات الهيئه فيما يتعلق بالتعامل مع فترات زمنيه مختلفه لمن سجل على أنهم مفقودين تسمح لها بذلك، أم أنه الصعوبات والنقص ما زلتم تعانون منه حتى هذه اللحظة رغم أنه توالي عدد النداءات التي تطلقونها في كل مرة سيد السيوي؟ والله احنا صراحة يعني هذا جزئيا نعاني منها، يعني اللي هي عدم تدفق الاموال للهيئة بصورة يعني نقول احنا يعني مستمرة او ان هذه الاعمال يعني لا تستوجب صراحة التعطيل فيها، فهذه يعني الامور هذه طبعا هي تاخر في عمليه اطلاق النتائج، ويعني المعامل حتى المعامل تحتاج الى صيانه، تحتاج الى بعض قطع الغيار، تحتاج الى استجلاب معدات يعني متطوره اكثر، فهي اللي حتساعد الاجهزه اخرى تساعد في عمليات زياده اللي هي وتيره الشغل داخل هذه المختبرات. فنتمنى ان شاء الله يعني الامور هذه يعني تحل يعني بأسرع وقت ممكن حتى تتسنى، لأن احنا قدامنا يعني مشكلة كبيرة اللي هي فيما يتعلق العينات اللي هي مدينة درنة، يعني عينات عدد كبير صراحة آلاف العينات، وهذا يتطلب يعني تكاتف كل الجهود صراحة للدفع بهذا الملف يعني في شكراً. يعني في الطريق الصحيح. نشكرك شكرا جزيلا رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين السيد كمال السيوي، كنت معنا على الهاتف من طرابلس. في شأن آخر، قال نائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي إن تحديد 28 من أبريل القادم للمؤتمر الجامع جاء بعد إنجاز قانون العدالة الانتقالية والذي سيحال إلى مجلس النواب لإصدار التشريع اللازم. اللافي أكد في مداخلة مع الأحرار بعد اختتام الاجتماع التحضيري للمصالحة في زوار الاثنين، أكد أنهم طالبوا في الاجتماع بعودة أنصار سيف القذافي للاجتماعات التحضيرية للمصالحة بعد انسحابهم من الاجتماعات السابقة بسبب ملف السجناء السياسيين. خطوة نحو السلام والاستقرار، هذا هو العنوان المعبر عن مشروع المصالحة الوطنية الذي تسعى كثير من الأطراف لتبنيه وإنجازه، وإن كانت ملامحه غير واضحة بعد في ظل توترات سياسية لم تهدأ. قبل عامين أعلن المجلس الرئاسي رسمياً إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، وقال حينها إن هذا التحرك جاء تحقيقا لرغبة الشعب في طي صفحات الماضي المؤلمة وفق وصفه، لكن أين يقف الرئاسي اليوم من مشروع المصالحة؟ وأي تطورات وصل إليها؟ وأي تحديات في انتظاره؟ في زوار اختتمت اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية اجتماعها الرابع، والذي يمهد للمؤتمر الجامع الذي سيعقد في أبريل القادم بمدينة سرت، وإليه تتجه الأنظار كخطوة أولى لجمع الأطراف لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية وبدء بحث آليات إنجازها وسبل تحقيقها. تحديد شهر أبريل موعدا للمؤتمر الجامع يأتي بعد إنجاز قانون العدالة الانتقالية والذي سيحال إلى مجلس النواب لإصدار التشريع اللازم وفق تصريح للنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي. لكن ورغم هذه الجهود يواجه المجلس الرئاسي عراقيل قد تحول دون تطلعاته في مشاركة كل الأطراف، إذ دعا اللافي أنصار سيف الإسلام القذافي إلى العودة للاجتماعات التحضيرية والتي ستكون المرة القادمة في مدينة مصراتة، وذلك بعد انسحابهم سابقا على خلفية ملف السجناء السياسيين. من جانب آخر وتعبيرا عن الموقف الدولي، وصف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ملف المصالحة الوطنية بالمهم والصعب والمعقد، وأنه في حاجة إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام، مؤكدا أن المؤتمر الجامع سيكون نقطة حاسمة في هذا الاتجاه، وأن المسؤولية الأولى تقع على القادة السياسيين والعسكريين لنجاحه.
وفي ظل تصدع المشهد السياسي وتنامي حالة الانقسام بين الأطراف، يبقى التساؤل عن مدى قدرة المجلس الرئاسي في جمع مختلف التركيبات في المؤتمر الجامع والخروج بمسار واقعي وجدي يدفع بمشروع المصالحة إلى الأمام، أم إن الوقت لم يحن بعد لتحقيق هذه الغاية في ظل التحديات القائمة؟ أما الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية. نعم نبيل، يسحبنا إليها الزميل محمد القرش. شكرا لكما. ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ناقش ملاحظات الديوان حول دراسته المبدئية لمشروع حقل الحمادة للاستثمار في مجال الغاز والمزمع تنفيذه بمشاركة أجنبية. كما نوقش في الاجتماع أداء مؤسسة النفط وشركاتها ومشروعاتها التي تزيد من قدراتها الانتاجية، والتي منها اتفاقية تطوير حقلي الغاز مع شركة إيني الإيطالية، واتفاقية مشروع مصفات الجنوب المزمع إنشاؤها في أوباري، والموقع بين شركة زلاف ليبيا وأتلاف شركة هانيوال الأمريكية، بالإضافة إلى مشروع مصفاة راس لانوف وعودته للعمل. هذا وأكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتفق عليه المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في اجتماعه العاشر، وضمان شفافية الإجراءات وسلامتها. تأكيدات دبيبة جاءت خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة لبحث خطط الاستثمار في مجال النفط والغاز بهدف رفع الإنتاجية. من جانبه أكد بن قدارة على تفعيل مشروعات التطوير والاستكشاف المتوقفة منذ سنوات وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، موضحا أن مشروعات القطاع تتطلب تدفقات مالية كبيرة وتحتاج لمستثمرين أجانب لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة. بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون مع سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدان نشاطات القطاع النفطي في ليبيا والدور الذي تقوم به الوزارة من إشراف ومراقبة له للوصول إلى تطوير وتحسين في أدائه. كما تم في اللقاء الذي جرى الاثنين بحث كيفية رفع معدل إنتاج النفط والغاز وطرق تطوير الحقول لرفع وإنتاج وتصدير مليوني برميل يوميا، مع التأكيد على التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا للاستفادة من الخبرات وفرص التدريب في صناعة النفط والغاز. قال رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليتا للنفط والغاز بشير زنتاني إن الشركة تسعى لرفع مستوى الأداء وزيادة معدلات الإنتاج النفطي لديها. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لشركة مليتا مع المؤسسة الوطنية للنفط الاثنين، والذي أشارت فيه مليتا عزمها تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية خلال العام الجاري من أجل رفع مستويات الإنتاج، متوقعة إضافة 30,000 برميل لمستوى الإنتاج الحالي المقدر ب 186,000 برميل يوميا. ونبقى في ملف النفط، حيث بحثت الجمعيات العمومية لشركة البريغ لتسويق النفط والغاز مؤشرات أداء الشركة وخطتها الاستراتيجية خلال الأربع سنوات القادمة وما تحقق من مستهدفات الشركة خلال العام الماضي. بدوره أوضح عضو مجلس إدارة شركة البريغ لتسويق النفط للمبيعات المبروك شقاف في تصريحات للأحرار أن من أهداف الشركة خلال العام الجاري هو البدء في تأسيس محطات لتوزيع الوقود في كافة المناطق الليبية، مؤكدا أن الشركة تسعى ضمن خطتها لزيادة السعات التخزينية للشركة بما يتلائم مع حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على الخارج في توفير احتياجات البلاد من الطاقة. كشفت شركة البريغ لتسويق النفط والغاز عن توزيعها أكثر من 6 ملايين لتر من البنزين وأكثر من 900,000 لتر من الديزل على محطات العاصمة طرابلس وضواحيها لهذا اليوم. أشارت الشركة أنها وزعت من مستودع راس المنقار ببنغازي ما يزيد عن 5 ملايين لتر من البنزين وأكثر من 10 ملايين لتر من الديزل على مدن المنطقة الشرقية، بينما أشارت الشركة لتوزيعها أكثر من 1,000,000 لتر من البنزين و200,000 لتر من الديزل على محطات المنطقة الجنوبية انطلاقاً من مستودع سبها النفطي. أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب البدء الفعلي في إنتاج حديد الأسياخ بحجم 5.5 ملم بشكل مستقر. هذا وكشف مدير تشغيل مصنع القطبان والأسياخ
رمضان باجيجا أن المصنع يتضمن 3 خطوط إنتاج، منها 2 لتشغيل القطبان وخط واحد لتشغيل حديد اللفات، مضيفا أن مصنع القطبان والأسياخ نجح في إنتاج 330,000 طن من حديد القطبان من أصل 400,000 طن هي الطاقة التصميمية للمصنع، بالإضافة إلى إنتاج 27,000 طن من الحديد والأسياخ. بحث وزير العمل والتهيئة بحكومة الوحدة علي العابد رضا مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بحث سبل التنسيق مع الجهات الضبطية لتنفيذ قرار حظر مزاولات كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة على غير الليبيين، بالإضافة إلى ملف تنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي. كما جرى في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين أمس الاثنين مناقشة قرارات الوزارتين المنظمة للسوق، وذلك عبر التفتيش عن المهن المحظورة بالعمالة الوافدة والتي من أبرزها البيع والشراء في كافة الأنشطة التجارية، حيث جرى في الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة، حيث شدد العابد على الشركات الراغبة في استجلاب العمالة اتباع الإجراءات عبر منصة وافد. من جانبه أكد رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور بوستة مشاركته بالاجتماع الذي على دور القطاع الخاص المحلي ومشاركته في اعتماد آليات تنظيم وتطوير الأداء بقطاع التجارة والاستثمار. هذا ودعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إلى دعم الغرف التجارية في ليبيا والمنتسبين لها من أصحاب الأعمال لضمان سير عملية التوريد وتسهيل الإجراءات المصرفية للتجار، بما يضمن استمرار توريد السلع وانسيابها بالسوق المحلي. سجل تسعر صرف سلة العملات الأجنبية أمام الدينار تباينا في السوق الرسمية وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، حيث سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا طفيفا إلى 4 دنانير و822 درهما، بينما ارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 5 دنانير و275 درهما، كما انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني إلى 6 دنانير و215 درهما. من ناحية أخرى، وصلت أسعار صرف العملات الأجنبية انخفاضا في تعاملات السوق الموازية، حيث سجل سعر صرف الدولار 6 دنانير و190 درهما، بينما سجل سعر صرف اليورو أمام الدينار ارتفاعا ليبلغ 6 دنانير و640 درهما، كما سجل صرف الجنيه الاسترليني 7 دنانير و630 درهما. إذا مشاهدينا ختام الجولة الاقتصادية لهذه الليلة، العودة للزميلين مروة ونبيل، إليكما. معلومات قيمة، شكرا لك محمد. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بإنقاذ 119 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا الأسبوع الماضي وانتشال جثتين. وأضافت المنظمة في تقريرها الأسبوعي أن من بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم 4 نساء، ولفتت إلى اعتراض أكثر من 17,000 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي. هذا وأكدت الدولية للهجرة وفاة أكثر من 960 مهاجرا وفقدان أكثر من 1500 آخرين على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية خلال نفس الفترة. عبر الهاتف من جنيف ينضم إلينا الناشط في ملف الهجرة غير النظامية طارق لملوم. أهلا وسهلا بك سيد طارق. إذن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت عن إنقاذ 119 مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الليبية خلال أسبوع واحد. اللافت للنظر ربما هنا هو ازدياد أعداد مهاجرين غير النظاميين مقابل كذلك ازدياد أو تكثيف جهود التصدي ومعالجة هذه الظاهرة، إلى ما يعود سبب ذلك؟
نعم، شكرا على التوصيف الأخير، وهي كلمة المعالجة. نحن دائما نتحدث على معالجة هذه الأزمة وليست هي مكافحة. قضية الازدياد أو النقصان، نعتقد أن خلال عام 2023 كانت الأعداد يعني وهي تعتبر طبيعية مقارنة بالأفواج التي تدخل من كل مكان، سواء كان عبر المنافذ الجوية من شرق ليبيا أو من الجنوب، فتدخل. وغالبية المدن الآن يعني خصوصا العام الماضي، غالبية المدن الآن أصبحت تعمل على إخراج المهاجرين من المواني، سواء كان من المنطقة الوسطى وشرق ليبيا وأيضا المنطقة الغربية. فنعتقد أن الأمر طبيعي جدا ما يحصل الآن، وبالمقابل يتم إرجاعهم إلى ليبيا، هي دائرة تدور يعني يتم إخراجهم أو السماح لهم أو التغاضي على خروجهم من مواني معروفة، ومن بعد يتم إرجاعهم، القليل منهم يتم إنقاذه، أما البقية مع الأسف يتم إرجاعها إلى ليبيا وإعادة احتجازها في مراكز الاحتجاز مرة أخرى، ومن بعد يخرج ويعيد الكرة مرة ثانية. طيب، إذا ما قلنا أن أزمة الهجرة غير النظامية هي أزمة وقضية مشتركة بين بلدان المنشأ والمقصد وكذلك العبور أو المعبر، هنا من الأكثر مسؤولية أو الأكثر قدرة على معالجة هذه الأزمة؟ نعم، هو المسؤولية أكيد تقع على الكل، ولكن عندما نتحدث على الآن من يستطيع أن يقدم شيء، بلا شك سواء كان دول العبور مثل ليبيا ودول التي تستقبل مثل أوروبا، لأن أوروبا عليها التزامات كثيرة جدا. نحن لو تحدثنا عن الأعداد التي وصلت إلى المواني أو الشواطئ الأوروبية والمياه الأوروبية، وهم عليهم التزام، يعني هم بكل فخر يقولوا على سبيل المثال أن دول سواء كان ليبيا وتونس وغيرها يعني استطاعت أن تمنع أعداد كبيرة من الوصول. هذه واضح، هذه الإشارة أن هذا المنع أو أن هؤلاء الأشخاص ما استطاعوا أن يصلوا إلى أوروبا، هذا لا يعني أن هذا المنع كان بطريقة قانونية أو بطريقة تراعي مصير حياة هؤلاء الناس. نعتقد أن الآن هي المسؤولية مشتركة سواء كان من الجانب الليبي، هنا نتحدث على ليبيا، وأيضا الاتحاد الأوروبي هو عليه مسؤولية كبيرة جدا، وهذا الحديث أيضا يدور يعني الآن في أوروبا نفسها، في جلسات الآن تعقد في جنيف وغيرها، يعني يتم تحميل المسؤولية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا، يعني أن الاتحاد الأوروبي مساهم بشكل مباشر في قضية يعني وضع هؤلاء الأشخاص في مصير مجهول. نتحدث على التقديرات اللي ذكرتها حضرتك أو حضراتكم في هذا التقرير، هي عبارة عن تقديرات، ولكن الأعداد أكبر من ذلك. يعني المنظمة الدولية للهجرة عندما تتحدث على فقدان مئات الأشخاص أو ألاف الأشخاص في العام الماضي، هي فقط ما تم الإبلاغ عنه، الأشخاص الأهالي وذويهم أو يبلغوا عنها خروج قوارب من هذا المكان، فيتم حصر هذه الأعداد، ولكن القوارب وهناك أعداد كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها. إذن نحن نتحدث على ضحايا أكثر من الرقم المعلن، والطرفين يتحملوا المسؤولية، سواء كان جانب الليبي الذي يقوم الآن بالإرجاع بشكل علني وواضح جدا، وهنا سيتحمل مسؤولية قانونية سواء في مصيرهم داخل ليبيا داخل مراكز الاحتجاز التابعة للسلطات الليبية أو المراكز الاحتجاز والهناجر والمخازن والمزارع التي هي لا تتبع خلينا نقول لجهاز الهجرة مباشرة أو وزارة الداخلية، ولكنها بصورة ما تتبع بعض الجهات الأمنية. طيب، منظمة الهجرة ربما هي غير قادرة على تحديد الأعداد بشكل دقيق، هذا ما قلته، ما الذي يمكن أن يساعد على ذلك؟ أو وما الذي كذلك السبب الذي يمنع معرفة هذه الأعداد الحقيقية؟ نعم جيد، هو الآن خلينا نتكلم الآن على ما يمكن فعله داخل الأراضي الليبية. نتحدث على هؤلاء الأشخاص، هم الآن داخل ليبيا موجودين، وهذا ما دائما نوصي به ونتحدث عنه. ليبيا ملزمة بقضية الفرز، من المهم أن يتم فرز هؤلاء الأشخاص، المهاجر وطالب اللجوء، والشخص الذي يعني تنطبق عليه صفة أنه محتاج لحماية دولية يجب تصنيفه وهم طالبين اللجوء. ليبيا لديها مكتب لمفوضية سامية لشؤون اللاجئين، وسمحت بدخوله ووجوده في ليبيا منذ أكثر من 20 عام، وهذا المكتب موجود ويقدم خدمات للسلطات الليبية سواء كان في قطاع الصحة والتعليم وغيره، وأيضا للأجهزة الأمنية يقوم بعديد من الصيانات لبعض المقرات. فملزمة الدولة الليبية أن تسمح بقضية الفرز، عندما يتم فرز هؤلاء الأشخاص ويسمح لمن هم مسجلين في المفوضية بالبقاء ويتم احترام الوثائق التي تعطى لهم
أيضا الأشخاص المهاجرين، عملية الحصر وإعطائهم شهادات صحية، معالجة وثائق الأشخاص. الكثير من الآن موجودين داخل مراكز الاحتجاز في الغرب الليبي، وخصوصا في على سبيل المثال سجن بئر الغنم الموجود في الغرب الليبي، وأيضا سجن عين زارة وغيرها من السجون، وأيضا سجن قفودة في بنغازي. يوجد فيه مئات السوريين الذين يحملون جوازات السفر، وأيضا مصريين دخلوا عن طريق المطارات ولديهم جوازات سفر، فقط لديهم إشكال بانتهاء إقامتهم. ليس كل ما هو موجود الآن موجود في ليبيا هو دخل بدون جواز سفر أو دخل من الصحراء. نعتقد أن التنظيم الداخلي داخل ليبيا وأن تستلم الأجهزة الحقيقية الأمنية دورها في تصنيف هؤلاء الناس، في إعطائهم أوضاع قانونية حقيقية. وبالنسبة للأشخاص طالبين اللجوء، نحن لا نقول أن هؤلاء الناس يجب إبقائهم في ليبيا، ولكن على الأقل منحهم الحق في الوصول إلى هذه المفوضية التي يجب أن تنقلهم إلى بلد ثالث يعني. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط في ملف الهجرة غير النظامية طارق لملوم، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أكدت وكالة The Shift News المالطية أن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني من قمة الطاقة والاقتصادي في ليبيا. وقالت الوكالة أنه كان من المقرر أن يلتقي كلاهما أو يلقي خطابات رئيسية أمام جمهور أصحاب المصلحة في مجال الطاقة والوقود الأحفوري، مبينة أن المتحدث باسم رئيس الوزراء إدوارد مينتوليني قد أكد أن رئيس الوزراء لديه ارتباطات أخرى دون أن يسميها. أما الآن مشاهدينا الكرام فإلى جولة في الأخبار الرياضية مع الزميل مازن جوبا. إليك، شكرا لكما. مع فتح باب انتقال اللاعبين بدأت أندية الدوري الممتاز في البحث عما تحتاجه من نواقص للظهور بشكل أفضل في مرحلة إياب هذا الموسم. التقرير التالي والتفاصيل. ككل فترة من مرحلة انتقال اللاعبين الأندية تسعى للظفر بأجود اللاعبين لتعزيز صفوفها، ولكن الأمر ليس بالسهولة المطلقة، فإن القيام بتعاقد في فترة المرحلة الشتوية يعتبر كالبحث عن إبرة في قومة قش. فالفترة الحالية هي الأصعب من حيث انتقال اللاعبين، فأغلب الأندية لا تستطيع أن تتخلى على لاعبيها المميزين في النصف الأول من الدوري إلا بتقديم مبلغ مالي ضخم يجعل من لعاب الأندية يسيل من القيمة المالية الكبيرة. ففي دورينا الأمر لا يختلف كثيرا عن باقي الدوريات، فالبحث عن النواقص وسد ثغرات مرحلة الذهاب بدأ مبكرا لكي لا تصطدم الأندية في واقع الإخفاقات. فالبداية كانت من أزرق وأبيض مدينة بنغازي الهلال الذي نجح في الظفر بخدمات ثاني هدف الدوري النيجيري روبرتو ميزو الذي يعتبر من أهم لاعبي النسور، حيث نجح في هذا الموسم بتسجيل 10 أهداف صحبة فريق بيلسا يونايتد النيجيري. ومن الهلال إلى الجار النصر الذي تعاقد مع الدولي الزامبي كيلفن كمبامبا الذي يعتبر من ركائز خط وسط الرصاصات النحاسية، أو كما هو معروف في بلادهم الأم شيبو بولولو وهو المقصود بالمنتخب الزامبي. وأيضا يعد كمبامبا لاعبا هاما مع زيسكو يونايتد الزامبي، وفي التوقيت نفسه أعلن النصر تخليه عن 3 لاعبين وهو المهاجم الكونغولي باكاكي كريست والبرازيلي مارسينهو والمحلي نصر التورغي. وليس بعيدا عن النصر وبالتحديد للصابري، حيث فريق الفهود التحدي الذي عزز خط هجومه بنصر النيجيري وهو أوستن أوموتو القادم من صفوف الاتحاد الإسكندري المصري. الأخضر بدوره ما زال يبحث عن ضالته في خط الهجوم، فقد استغنى عن المهاجم الأنغولي جوارجولينو ويقترب من قفل صفقة انضمام مهاجم سيعلن عنه الفترة القريبة، كما نجح أيضا في تعزيز خط وسطه باللاعب نصر التورغي. وفي المجموعة الثانية الأمر يسير بتكتم واضح، فأغلب الأندية ما زالت تبحث عن نواقصها بصمت كبير، فمن أعلن عن ضم لاعبين هو أبو سليم بضمه للثنائي المغربي محمد دجواني وإلياس الخبشي، كما عزز الأولمبي صفوفه بعبدالله الشعافي قادما من السعودية، وفي حين أعلن الاتحاد المصري عودة لاعبه السابق بالقاسم رجب الذي خاض تجربة في روسيا. الأيام القليلة القادمة ستكون مزدحمة بأخبار الانتقالات، فمن الفريق التي سيتصدر الأخبار بعناوين عريضة قبل إغلاق الأبواب
في الأول من شهر فبراير. محليا أيضا انتهت مباراة السواحلي وضيفها أبو سليم بالتعادل بهدف لمثله في لقاء مؤجل بين الفريقين من الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية. المباراة انتهت بلا غالب ولا مغلوب ليصل الضيف أبو سليم للنقطة العاشرة من 5 مباريات معززا موقعه في المركز الرابع. بالمقابل وصل السواحلي للنقطة الخامسة من 8 مباريات وهو في المرتبة الأخيرة. أشاد مساعد مدرب فريق الهلال كريم السباعي بلاعبي فريقه على المجهود والمردود الكبير في مباراة أمام التعاون والتي انتهت برباعية نظيفة مساء الاثنين. كما ثمن قائد الفريق فيصل البدري ثمن فوز فريقه لأهميته في بلوغ مرحلة سداسية التتويج. الحمد لله على 3 نقاط كما شفتوا مباراة اعتراضات المقابلة كانت كلها تقريبا لان احنا الشوط الاول كان بامتياز لان احنا زادنا مسيطرة كلية وشفتوا عندنا 6 فرص سهلة للتسجيل على اقل تقدير. كان معناته كل شيء موجود، الضغط العالي، التمركز الصحيح للانضباط في الملعب، تكتيكيا كنا واقفين صح، كان شويه لقص شويه التوفيق في الشوط الاول، الحمد لله ربي وفقنا الشوط الثاني وكانت معناتها نتيجه كبيره اللي تليق بالمردود اللي قاموا به اللاعبين. كما تعرف ان الجدول والمنافسه ممكن في 4 أو 5 فرق تنافس عليه 3 بطاقات. الفوز وثلاث نقاط قصدي مهمه في كل مباراه، ان شاء الله تكون بدايتنا المباراه اللي فاتت والمباراه دي، ان شاء الله نقدر المباراه الجايه ان شاء الله نحقق 3 نقاط. يخوض فريق الاهلي طرابلس مواجهتين وديتين امام اساريا والاخضر يومي الخميس والاحد القادمين تحضيرا لباقي مباريات مرحله الذهاب من الدوري الممتاز لكره القدم. الاهلي طرابلس سيستضيف في ملعبه فريق اساريا مساء الخميس، في حين سيخوض لقاء الودية الثانية أمام الأخضر الأحد القادم بملعب النهر بحضور الجمهور. إذ يأمل الأهلي طرابلس وفرق الممتاز لاستثمار فترة توقف المسابقة وخوض عدد من المباريات للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل استئناف المسابقة مطلع فبراير القادم. عقب فوز فريقه وديا على فريق النجمة بهدف نظيف، تحدث مدرب فريق المدينة التونسي محمد التلمساني تحدث عن أهمية المباريات الودية في رفع نسق وأداء الفريق ودورها في تطبيق الأفكار وتنفيذ اللاعبين للتوصية الفنية. الحمد لله اليوم شفنا نسق، شفنا ريتم، ديما نقول نحن في المباريات الودية نطبقوا في حاجات، نجربوا في حاجات، أهم حاجة عندنا التطبيق، اليوم قاعدين نطبقوا في حاجات باهية وفريقنا أموره طيبة إن شاء الله، وأهم شيء أنه اللاعبين اللي حطيناهم اليوم واللي أعطيناهم توصيات، طبقوا التوصيات، كان فما ريتم في المباراة. يواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد غدا الأربعاء نظيره المغربي بمصر في مستهل مشواره ببطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وكأس العالم 2025. منتخبنا يسعى لتحقيق بداية قوية والإطاحة بنظيره المغربي رغم صعوبة المواجهة ودورها في تحديد المنافسة بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر والغابون. هذا يشار إلى أن البطولة الإفريقية كما أشرنا مؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وكأس العالم 2025. أخيرا اختتمت بمنتجع قمر الصحراء بمنطقة تويوة بلادية الغريفة النسخة الأولى من بطولة فزان للشطرنج بمشاركة 18 لاعبا من بلديتي سبها ووادي الأجل. البطولة التي نظمها الاتحاد العام للعبة استمرت ليومين بنظام 5 جولات. تأتي هذه هي المنافسات لتشجيع ودعم لاعبي الشطرنج في المنطقة والاتحادات الفرعية التي أنشئت مؤخرا بالمنطقة الجنوبية. فنحن درنا بطولة مصغرة من 18 لاعب بين اتحاد أوباري واتحاد سبها، والبطولة نجحت الحمد لله، واليوم في الختام قاعدين ثاني يوم في البطولة والأمور طيبة إن شاء الله. ونحن طبعا سعيين أن ننشطوا، حتى اليوم قدمنا دعم لاتحاد أوباري وحنقدموا اليوم جاي دعم لاتحاد سبها، وسعيين أن نقدموا يعني تغطية نغطوا اللعبة في أوباري وفي سبها. وصلنا لنقطة نهاية جولتنا الرياضية لهذه الليلة، من جديد إلى مروى ونبيل تفضل. جولة ممتعة، شكرا مازن. أقامت وزارة التعليم التقني الثلاثاء حفل توزيع شهادات على منتسبي 12 معهدا تقنيا
فأمومي ليبيا شاركوا في مشروع مشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني. ويهدف المشروع بحسب القائمين عليه إلى رفع كفاءة المدربين والمتدربين في تخصصات مطلوبة لسوق العمل. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا. عم نبيل، أما الآن فإلى حوارية الليلة والزميل آزم علي. دمتم بخير. ما واقعية وعود داخلية بإخلاء الساحل من البوابات المخالفة وعزمها على تشكيل قوة ومحاربة الممتنعين؟ هل إجراءاتها كفيلة بوقف ابتزاز سائقي الشاحنات وإلهاء اعتصامهم؟ وما ضمانات منع تكرار هذه الممارسات؟ بعد الفاصل.